السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك عزيزي الطالب في دليل الطالب لتسجيل الحضور اليومي للتعلم عن بعد. بعد أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع التعلم عن بعد الـ LMS، سيظهر له المقررات الدراسية ويظهر له أيضا مقرر تسجيل الحضور اليومي للمرحلة الثانوية للتعلم عن بعد إذا كان الطالب بالمرحلة الثانوية، وإذا كان بالمرحلة الإعدادية سيظهر له مقرر تسجيل الحضور اليومي للمرحلة الإعدادية للتعلم عن بعد. يضغط الطالب على هذا المقرر ويفتحه، ثم يظهر له الحضور اليومي لطلاب المرحلة الثانوية إذا كان في الثانوية، وإذا كان بالمرحلة الإعدادية سيظهر له الحضور اليومي لطلاب المرحلة الإعدادية، وسيقوم بالضغط على سجل حضورك اليومي بالضغط هنا. ثم بعد ذلك عليك عزيزي الطالب أن تضغط على Submit Attendance لتسجيل الحضور اليومي، ثم تختار حاضر وتضغط حفظ التغيرات. إذا أصبحت الحالة لديك حاضر. انتبه عزيزي الطالب إلى أن التسجيل سيكون متاح فقط إلى الساعة 9، وبعد الساعة 9 لن تتمكن من تسجيل الحضور، وسيتم احتساب الغياب بعد هذا الوقت، والتسجيل متاح في أيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع، حيث ستختفي Submit Attendance ويظهر بدلا منها علامة الاستفهام. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.